الفلوق غير طبيعي، هذا الفلوق هذا ما الحذر صحيت شحال الساعة تعبان، هادي الوحدة خلق صم وندير لكم هذا الفلوق هذا باش تعرفوا المعزة المعزة ديالكم عندنا، خلاص ندير لكم فلوق مع الوحدة وقسم. ها انتم كتشوفوا معانا حنا دابا 11 دقيقة الغابة، كاين واحد السيدة مسكينة مريضة الله يشافيها ودعيو معاها الله يشافيها، الدنيا خاوية جينا في الطريق خاوية الدنيا خاوية، كيجي مساكن غير اللي جاي مريض ولا جاي شي حاجة اللي كيجي ما كلشي ناعس في دارو في هاد الحجر الصحي. وانتم الاخوة كيف كتشوفوا معانا الناس مساكن خارجين في هاد الليل جاي انتم الطبيب ولا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحد يلا خارجة هاي ركان مع الطاكسي تاهم بقن خدامين تاهم كترزق الله، وانت فينا هو الحجر الصحي ولكن راك عارف المرضى ما عليه حارس ضروري تخرج، راه تاهم قالوا تخرج الضرورة يعني المرض ولا هادي تخرج ما كاينش مشكل. يا والله يصعب الله يبعد علينا هذا الوباء يا رب. هو الاخوان تزا الطاكسي اخر عاوتاني كاين مساكن تما اللي كيخدمو بالليل تيخاطرو بحياتهم باش يصوروا واحد الطريف ديال الخبز يديوه لوليداتهم، الله يسهل عليهم ويسهل على الجميع يا رب. يا واحد الاسعاف اخر عاوتاني خرجات صراحة الاخوان خاص هاد الفلوغات يوصل شي 70,000 جيم، راه ما كاينش شي يوتيوبر ولا شي واحد دار شي فلوغ في هاد الساعة هادي وفي هاد الحجر الصحي مع الوحدة ديال الليل، مستحيل دير شي فلوغ في حال هاد الوقت هادي. ونتمنى تدعمونا هاد الفيديو ودعمونا القناة وشكرا. ترى كوكو بنادم ما كيحشمش أبرد اللي مرض انت قلت لي غادي عم سركان ما صايب ما يدير وغادي نطلعها مع راساته كيدور حلا ما كاين لا حاجة صحية لا والو، ولا اله الا الله محمد رسول الله، الله يهدينا الله يهدينا على نفوسنا. الصراحة السبيطار محرك طوموبيلات غادي جايين هاد السبيطار، اخوان شي امبيلونس عاوتاني خارجة هدا من السبيطار ديال الولادة، شي مرا عتولد ولا سالات الولادة وهدا فحالها ولا يلاه جابوها 100% كون يلاه جابوها، راه الامبيلونس كتسني والله يفكو حيلها على خير. اخوان كما كتشوفوا معايا من الطوموبيل شي واحد ولا شي واحد عيان مريض كيتناقل مع السيكوريتي قالوا لا غندخل، راك عارف كما كتشوفوا داير الباريار حاطين هادو الكروسات برا الشاريو برا، يعني موفر لك الامكانيه واخا تخرج شويه بعيده ولكن ماشي مشكل، راه عارف مع كورونا وكذا خصهم يمنعوا الاكتظاظ ودخول الطوموبيلات، وما بغاش ينزل ياخذ الكراسه بغا يدخل في الطوموبيل، مع العلم حتى انا قال لي مع الدخاش الطوموبيل احتار من القرار ديالو حيت راه كعرف في البيت كدوز بهاد الازمه هادي وخصنا نديرو الوقايه ومسافه الامان، صافي وقف الطوموبيل ودخلوا الناس دخلوا السيده غير بالكروسه، دابا راهم بقاو في الطبيب. وهاد الاسعاف خرجات على ما حاسب طلقه ما كيسكتش وصافي.
البلاك هنا في الرامبو هنا بلاصة قدام راس هي ولكن خاص هي تكون بعد على الأقل في سميتو شوف هذيك الفارماسي اللي هي مقراوعة هو هي خاصها تكون قلت لك تكون قريبة للطريق بعد البلاصة على الأقل تكون في البلاد كاع شنو دايرين موالي حنا غاملة وحنان العرب غاملة وحنان على كل شيء الحياة سي دريا في الوطن الغابة هي هذي راح تكون فيها الموقع كنت نشوف في الورق لا صحيح ولكن انا ما كاينش التطبيق ديالو صحيح كاين دابا معايا تينا ولا تيصبر شوفوا شحال الورقه ديال السيري الحاجه عليهم اللي شوفوا ديال
ديال العراد ما قال لي يصاوب بالسان ديالو ما يصاوب العراد راه كيديرو ما كيخسرش شي حاجه خايبه بحال كيصاوبو شكون سبب هادشي ثاني سبب هادشي دابا مالي حديك خايبه مالي هاي قد هذا السبيطار كيدخل فلوس مال حاجه كتدخل فلوس كامل هذا داك سميك اوكسيداليا كتدخل فلوس ما عندهم شي مشكل كيحلوا لك وتلقى ثاني الصيدلية فيها غا الاغلبيه ديالهم تلقى فيها غا دوك الناس اللي راه بلا ما نعاود لك عليهم شكون هذه اليوسفية.